شركة الحياة ديالك واش كتبغيها تكون أجنبية ولا مغربية؟ كنفضل تكون أجنبية. أولا العقلية ديالك كتكون العقلية ما كايناش العقلية مسخة، فهمتي؟ يعني ماشي بحال هنا مغاربة. أجنبية كذا بعرف الدرية، فهمتي؟ صبراش ودوزاش معايا وهادي، وإن شاء الله الغربة اللي بغى الله. أما هنا ما غنتزوجش، أنا قلت لها هنا ما غنتزوجش أنا. وتكون شي عزي شي واحدة اسمي مرة من الأحسن، فهم؟ إذاش كذا مرأة يا اهلا وسهلا زوار جريده بريس تطوان، بكل خير. حاليا نتواجد في شوارع مدينه تطوان باش ناخذوا اراء الشباب. اذا خيرناكم في قضيه الزواج، واش تزوجوا باجنبيه ولا مغربيه، شنو عاد تختاروا؟ انت حاليا واش كتفضل، الزواج من بنت مغربيه ولا بنت اجنبيه؟ انا الصراحه مغربيه اخي، اتزوج بقاوريه الخوات، طلع عيش معها تما، هي طلعات قدام اطلعك الخاوات، انت الخدمه تضرب تماره، ادرجع تجيبها معايا اخور الخاوه، شنو غتقول لها؟ تقول لها شنو غتقول لك اميغو؟ شنو غتضرب؟ طلعنا الحفزه اخاي، اديها مسلمه الخاوه مغربيه، عارفه شنو كاين، تبغي راجل واحد، جوج مغربيه. انا كرهنا شي تكون تماليه، عزيه ونجوجو بها، شحال نعملو مغربيه؟ مغربيه مسكينه ما كتقنعش، خصها الطاكوس، ما تقنعش بايصار بحال الوالدين ديالنا. لا درت الحقيقه هذه سكشي تكون كتهرب من الحق، ماشي تينا اي واحد من المجتمع كامل. نفضل تكون اجنبيه. يعني الان انا حاليا كنفضل الاجنبيه، حيت مثلا اذا عديتي الاوراق ديالك وكذا، اش عاد هنا ما كاين والو هنا في المغرب، عاد تزيد دي مغربيه. انا اخي ما كنفضلش ندي مغربيه صراحه، كنفضل ندي اجنبيه. ودابا حاليا اذا قدر الله ما شاء فعل وتزوجتي باجنبيه، ديك الاجنبيه باش عاد عاونك، شنو عاد تستفد منها؟ في اي حاجه مثلا، في فهمتي اولا العقليه ديالك كتكون العقليه ما كايناش العقليه مسخه، فهمتي؟ يعني ماشي بحال هنا مغاربه، يعني ياخذ كذا اخرى ولا ياخذ كتجبر العقليه ديالو، يعني ماشي فهمتي، يعني فهمتي كيلبسك بواحد الطريقه ماشي ديك الطريقه اللي خصو يلبسك بها حاليا، فهمتي؟ هذوك عندهم فهمتي كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، عندهم نيه واحده وطريق واحده، ما كايناش ديك هكذا وهكذا، ما كايناش، فهمتي؟ والصراحه هادشي اللي كاين. مي في هاد الوقت هذا اللي حنا فيه دابا الاجنبيه احسن. علاش الاجنبيه احسن من المغربيه؟ والخا واحد فهمتي، حيت العقليه اللي عندهم هما ما فهمتي ما عندناش احنا هنا، تقدر تصبر معك لاي حاجه والبنت الا تفهمت وتهتينا وياها راه غنمشيو بعد فهمتي. باش الاجنبيه كتفوق ولا كتميز على المغربيه؟ والاجنبيه خاوه ديالي كتبغيك كما انت، فهمتي؟ كما انت كتبغيك، ما فهمتي، واخا تكون عندك ما عندكش عاد بغيك، وهادشي اللي كاين اخي. وتقدر زعما اذا دخلتي الاسلام وكذا راه عندك اجر انت، واذا دخلتي الاسلام راه هذاك هو فهمتي تما في غادي تزيد تطور العلاقه ديالكم، فهمتي؟ واش كتفضل الزواج من بنت مغربيه ولا بنت اجنبيه؟ الصراحة مغربية، كتبقى بنت البلاد كذا ومسلمة، ولا كتعاود أجنبية ومسلمة نقدر نجوج بها، وتكون شي عزي شي واحدة اسمي مرة من الأحسن، فاهم؟ إذاش كذا مرأة سبحان الله يرحم الوالدين. 90% تكون مسلمة، فهمت؟ وتكون مغربية طبيعة الحال، و 10% أجنبية لا ما تعرفش، فهمت؟ قورية أخي، كيفضلوا يجوجوا بقورية أحسن من مغربية. ما كيفكروش في هادشي اللي كنفكر فيه أنا، قليل اللي كيفكر في هادشي اللي كنفكر فيه أنا، كيفكروا ما غطلعوهم وكذا، ما كيفكروش في هذا الواقع المظلم كما كيقولوا. شكرا لكم أعزائنا الكرام زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.